طبعا بعد ما خلصنا مباراه الناشئين مع الناشئين حق الامير سلطان، وزي ما انتم ما شفتوا النتيجه، طبعا هنبدا الحين الدوري المنتظر، دوري الاشبال مولع. هنبدا المباراه الاولى ما بين مجموعه ليفربول يمتلكون من نقاط 13 نقطه، مجموعه نيوكاسل يمتلكون من نقاط 15 نقطه. يعني ليفربول لو فاز اليوم هيصير كام؟ 16. لو فاز نيوكاسل هيصير كام؟ 18. يعني على النهاية على طول طبعا. وبعدهم برضك مباراة حماسية جدا ما بين مجموعة مدريد مع برشلونة. مدريد يمتلك 15 نقطة ومجموعة برشلونة يمتلكون 19 نقطة، صح كده رجالة؟ يلا اتفضلوا معايا. روح روح، هل يفعلها ليفربول؟ برافو يا سيمو، سدد يا راجل جول. هي العب ركله، العب، برافو يا علي، كمل فهد القدام. ها اسرع، برافو يا سيمو. العب يا قلبك، يا نهار ابيض على الحظ. روح العب 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 العب، روح كمل. عاش ابو الطريباني، كمل العب، برافو يا طلال، صح. العب 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 يا ساتر، برافو يا خطاء. هلا ابو العجلان يعملها ويكسب اليوم، ولا مجموعه طارق يبقى ليها راي اخر. هجمه، هل يمد التعادل؟ هل يمد التعادل لليفربول؟ العب العب، برافو يا نايف، العب العب. التعادل، اوه هي جول، برافو يا وليد. مين اللي مكمل هنا؟ صح يا جهاد، يا جهاد برافو، كمل كمل، ممتازين، صح يا جو، برافو يا لعيب. العب العب العب، عاش ابو السحيباني، عاش، كمل، برافو يا فاه. التعادل، العب، كمل كمل كمل، عاش ابو العجلان، كمل التميمي، كمل، العب ولا شيء، العب العب العب، برافو يا طارق، برافو يا صالح، برافو. هي التعادل، عاش ابو الخطيب، عاش. اخر هجمه والنتيجه 1-1 ما بين نيوكاسل وليفربول. لو ليفربول جاب هدف هيصير 80% في النهائي. خلي بالك الفار شغال، اقول يا قلبك